نبدأ بالخبر الأول. إذ قادت الصدفة أحد المواطنين في محافظة جدة إلى اكتشاف واقعة غريبة، إذ وجد نفسه متوفى في أوراق رسمية بسجلات المرور ليكون عليه إثبات غير ذلك عن طريق الأحوال المدنية. تفاصيل القضية رواها عامر الشهري لصحيفة عاجل، إذ فوجئ قبل ما يزيد عن شهر تقريبا بأنه مسجل كمتوفى في سجلات المرور عندما ذهب لتخليص بعض الأوراق الخاصة بسيارته، ويقول أنه اضطر لإحضار ما يثبت أنه على قيد الحياة من واقع سجله المدني بالأحوال المدنية حتى يتمكن من تجديد رخصة القيادة وإتمام خدمات أخرى بإدارة المرور بمنطقة جدة أو مدينة جدة. الحديث أكثر انضم لنا عبر الهاتف المتوفى رسميا والحي واقعيا عامر الشهري من جدة. أهلا وسهلا بك أخ عامر. يا هلا والله حيك. وش اللي صار بالضبط ويعني وما مدى حقيقة القصة؟ يعني هل هو تشابه أسماء ولا أنت فعلا ولا شو؟ والله يا أستاذ علي ما في تشابه أسماء، أنا عامر الشهير طبعا. سبق وأني رحت إدارة المرور واللي هو طبعا مو إدارة المرور عفوا اللي هو دلة عشان أجدد الرخصة حقي كانت منتهية طبعا. فتفاجأت بأنه علي مخالفة محجوبة في نظام المرور، وفي نفس الوقت أني أنا متوفي. فرجعت إدارة المرور اللي هو الصحافة، فأفادوني أنه أنا متوفي يعني لازم أسوي معروض ومعاملة وزي كذا عشان يخلصوا لي الموضوع هذا، بس للأسف الشديد أنه الموضوع لا زال معلق لنا الآن. لا بس تسوي لهم معروض تقول لهم يا جماعة ترى أنا حي موجود مثلا ولا ما نفهمت؟ نعم أيوة، هم طلبوا مني إثبات من إدارة الأحوال المدنية اللي هو طبعا برنت، رحت الأحوال المدنية وطلعت برنت وجبته لهم وقالوا لي خلاص أنا حنرفع لك معاملة لمركز معلومات في الرياض. وطبعا تقريبا حوالي شهر تقريبا ونص إلى أن الآن ما جاني أي رد منهم. طيب اليوم طبعا أتصل. أيوة عامر طيب هم قالوا لك كيف مت أنت؟ يعني قصدي يعني إيش المبررات؟ أيوة نعم. اللي موتوك فيها يعني؟ أيوة نعم، أنا جيت عندهم وهم كانوا يقولوا لي أنت ميت وكيف جاي تراجع في أوراق وأنت متوفي أساساً. قلت لهم أبوي أنا ماني متوفي، أنا قدامك أمينة. قالوا لي طالما أنك أنت هنا يروح جيب لنا إثبات من الأحوال المدنية أنك أنت عايش. طيب أنا قدامكم، أنا موجود قدامكم. طيب يعني طيب هم موجوداً. طيب المرور ما عنده اتصال مع الأحوال المدنية مثلاً؟ والله ما عندي فكرة عنهم إذا كان عندهم اتصال أو ما عندهم اتصال. بس أمورك معطلة أنت حتى الآن، يعني أنت حي بمثابة ميت. أيوة نعم أموري متعطلة في النظام الأحوال المدنية. أنا سليم ما عندي أي مشكلة، ترى في نظام الأحوال أنا ما عندي أي مشكلة. أنا تزوجت قبل فترة وضفت زوجتي وجاتني مولودة وضفت المولودة، يعني ما عندي أي مشكلة أنا. يعني أنت ميت مروريا وعايش حياتك الطبيعية مع الأحوال. اي نعم. طيب احنا نتمنى الحقيقه من اللي يسمعونا يحلون موضوعك، لانه صراحه يعني في ظل التقنيه والربط المعلومات مع بعضها يفترض انه في سلاسه وفي سهوله الوصول للمعلومه وانه يعني ما نعطل الناس. شكرا لك، راح نتابع الموضوع يعني لو تطور في المستقبل. عموما معلوماتنا تقول انه لا يمكن للمرور باي حاله من الاحوال ان يغير حاله وفاه شخص من عدمه، ولكن هذا يتم عبر جهات اخرى. الاهم من ذلك انه انا اشعر ان التنسيق غايب. يعني طيب ما هذا هو الفرد اللي هو انت تقولون ميت، هو نفسه اللي بيجيب لك الاثبات. طيب طالما انت ما انت مقتنع في شهادته، ليش ما يكون في اتصال بينك وبين الاحوال المدنيه؟ انه عندنا تقول الاوراق الرسميه عندنا ان هذا ميت، عندكم ايش يقول وش واقع الحال، وتتصلح المعلومه وتعطون الرجال رخصته يعني.